كام دي؟ 370 خامة بولر. بولر؟ بولر. اه جميلة. بالبنطلون بتاعها ورونا كده. دي كام دي؟ أطفالي وحريمي وشبابي، يعني كل حاجة هتلاقوها هنا في مكتب سيليا. السلام عليكم أهلا أصدقائي، جايبة لكم يا جماعة مكتب اكتشاف مول عيسى. المكتب ده اسمه مكتب سيليا، المكتب ده في تاني دور في مول عيسى. المكتب ده فيه حاجات تحفة تحفة بيجيبوا من مصنعهم على مكتب. كام دي؟ 355. 355؟ 355 تحتيم أسعار. تمام. وبرضه متابعين القناة لو هيجوا برضه ليهم ديسكاون برضه. كل اللي يجي ينورنا يا باشا. ماشي تمام. خلاص ماشي تمام. كام دي؟ 370 خامة بولر. بولر؟ بولر. اه جميلة. بالبنطلون بتاعها ورونا كده بقى. تمام. البس مرتاح. تمام. ده موديل تاني برضه. موديل تاني اه. جميل. 365. 365. تلبس برضه بيك سايز برضه واسع. واسع تلبس مرتاح. اه. البنطلون جميل برضه. تمام. المفاجأة دي. ده؟ اه جميل. بولر برضه. تمام. كام دي؟ 365. تمام. رقيقة وجميلة. وفي بولر برضو ألوان تانية. وهتشوفوا معانا برضو حاجات أحدث وأحدث، بس خليكم معانا متطلعوش من الفيديو. يا ريت لايك واشتراك للقناة. تمام. احنا هنا في مكتب باسيليا الدور الثالث مقصد نوي. المكتب ده من المصنع للمكتب، مصنعهم. واللي عاوز اي كميات او شحنة تلاقوه برضو موجود عندهم. تمام. وعندهم ده روب صح؟ اه. تلات قطع. تلات قطع. اه جميل. ورونا كده من ورا. اه جميل. بط. اه. قماشه قماشه جميلة. اه قماشته ناعمة ومريحة في اللبس. تلبس من 65 لخمسة وتمانين كيلو. في منه مقاسات تانية. في منه لغاية 2X صح؟ الإكس لارج الاتنين إكس. اه تمام. 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 ده عامل كام؟ 650. هو غالي عشان تلات قطع وعشان خامته. خامته بودرة. اه في منه في عندهم ارخص، بس كل حاجة ولها سعرها وكل خامة ولها سعرها. وهتشوفوا معانا بيجامات تاني برضو. حاجة زي كده. اه ماشي اوكي تمام. تمام. أربعة تلوات. اه تمام. لسه خلاص خالص. تمام. حاجة زي كده. هتشوفوا برضو ال وان سايز. اه وان سايز. هتشوفوا برضو التيشيرت بتاعه. جميلة. كام دي؟ 72. 72؟ تمام. وفي منه لون تاني زيتي برضو، ألوان تانية. القماشة دي هعمل لكم زوم اهي. القماشة دي جميلة جدا. اه تمام تمام. في عندهم حاجات تانية كتير جدا. الأطفال ده بدك ايه؟ يقولي مشكلة الأسعار مش عارف. كام دي؟ 355. 355؟ 355 تحتيم أسعار. تمام. وبرضه متابعين القناة لو هيجوا برضه ليهم ديسكاون برضه. كل اللي يجي ينورنا يا باشا. ماشي تمام. خلاص ماشي تمام. ده السادة بتاعه. اه برضه ده نازل. الموديل ده نازل جديد.
الوان ايه؟ في كمان الكشمير. الكشمير جميل جدا. في البيجامه دي برضو طلعت ترند. تايجر عطيفة دي عطيفة جميلة. 335 بكم؟ 335 في منها 535 في منها مقاسين في منها كبير وفي الصغير 300 في دي برضو دي زي ما بيك سايز حلو دي 290 في منها كمان اللي هو الكشمير حلو الكشمير في الوان تانية كل من الموف بتاعها احنا هنا زي ما انتم شايفين كده احنا في مول عيسى ومعروف كويسه جدا هنا مكتب سيليا مكتب سيليا دوت معروف والناس بتجيله ما شاء الله يعني ربنا يزيدهم ان شاء الله هنوريكم حاجات تانية برضو دي 300 بس في حاجات كتيرة قوي نخفي عليها في الشتاء ده موجود؟ هو نازل على سيليا وهنا بكام دي؟ دي بكام؟ دي 300 جنيه كل ده في العروض برضه 300 جنيه هو نازل على سيليا في حاجة برضه بيك سايز 150 جنيه دي منها مقاسات من اول 3 اكس دي بيك سايز بس ده اصغر معايا دي 350 حلوه دي وانشطه جميله في برضه الشكل الثاني بتاعها حلو جدا كاجوال جميل قوي البنطلون لونه جميل الكحلي ده برضه منها جميل قوي تمام عرايسي برضه قطع عرايسي جميلة قوي في الوانات هذه صح؟ في الوان تانية كتير قوي عاملة كام دي؟ 340 بصي في دي بتدفعها كمان في منها بالشكل ده جميل قوي دي 365 365 تمام في منها كمان بالشكل ده في منها اشكال تانية كتير برضه اول ان شاء الله لما حد يجي هنوريه بقية الاشكال جميلة قوي 365 برضه ماشي تمام وفي منها الوانات تانية برضه هتوريها لنا كمان دي المكتب هنا معاملتهم كويسة جدا جدا والأنسة الأسعار كلها حلوة جدا هتلاقوا كميات إن شاء الله لو عاملة دي كام؟ دي 300 300 جميلة في دي 300 جميلة في الشكل ده 600 دي كام؟ دي 300 ماشي تمام الرجالي ده الترنجات الرجالي بتنجي عامله 340 جميل قوي حلو قوي وكله في الواناته في مقاسات كمان مقاسات والواناته في لون منه الاسود اهوت وفي الرمادي اللي هو المتاح دلوقتي في اسود ورمادي وهينزل كمان الوان تاني وفي اشكال تانية لون الكحلي جميل الشكل بتاعها جميل سعرها حلو سعرها معقول وهنا تعالي بقى ورينا بقى الاسعار اللي هنا وهي على هتلاقي معظم الاسعار اللي زي دي 365 بس 365 يعني هنا 365 وهنا كاجوال هنا نفس السعر 365 هتلاقي ميلتون عامل 325 وفي حاجات 300 كمان هتلاقي ميلتون في حاجات عامله 320 325 بيجامات المبطنة زي كده 365 عندك الكاش ده برضو كويس جدا
دي عندك الايدز دي برضو لطيفه، دي 330. 330 ده ده اللي فوق 50 ده فيه اه مزيكي الروح دي عامله 350 3 قطع حلوه قوي لبس لحد 95 كيلو. اسعار جميله جدا، اسعار يا جماعه مش هتلاقوها بره الاسعار دي. وهنا الترنجات دي كام؟ كلهم 350 الملتو. اه جميله. وهنا دي كمان اسعار اقل. كام دي؟ دي عامله 280. حلو. بصي بقى الصف ده 280 في الوان، ده بيمشي خروج جدا. امال الكاش ده كام؟ الكاش ده 270. 270 اه حلو قوي. هنا برضو احنا شفنا الاسعار. هنا ده كام؟ الفريكي ده 370 بيك سايز برضو ومبطن 370. اوكي. وهنا دي 310. 310 الكاش ده بقى خريفي، كل ده الخريفي لسه جاي. الخريفي ده بكام؟ 300 بس بيك سايز تلبيس كبير جدا. اه بس حلو بالنسبه لخامته. اه في حاجه برضو زي كده، دي 3 قطع 340. اه جميله القطعه بتاعتها حلوه جدا. كام هنا؟ دي 320. 320 اه. بصي في كمان الكاش الفرو ده حلو جدا. اه ده عامل 260 بس. اه جميل ده. وبصي في كمان السلبيتا دي 300 جنيه، وفي دول اللي فوق دول الفرو ده كله عاملين اول 285 لحد 300 جنيه. 285 لحد 300. اه بصي بقيت الاشكال هناك. اه هنا 300. 300 جميل قوي. لازم بقى الاخيره دي كام دي؟ برضه 300؟ اه. سعرها حلو قوي. امال الترنج ده بكام السوق ده اللي هو الكاجوال اللي فوق ده؟ ده عامل 375. اه جميل. تعالي بقى لنا بقى الاسعار اللي هنا. بصي عندك كل القطعتين الملتون دول من اول 350 دول كلهم بطانيين. كام هنا؟ ده 305 بس. ده بصي 3 قطع عامل 385. 385 اه. بصي البنات ده كمان اسمها ريب لطيفة 325 تمشي خروج. اه هنا غيرت السعر. اه صراحة اللبس الأطفالي قمر قمر وتحفة وسيمبل وجميل جدا، واللبس اللي برضو بيجامات وزي ما انتوا شفتوا معانا كده. الأسعار دي يا جماعة مش شعبي، الحاجات دي مش شعبي خالص زي ما انتوا شايفين كده. الحاجات دي بخمسميات وستميات، في حاجات منها بره ايه الناس مثلا لما تقول مثلا بتلتمية ولا 350 ده غالي، لا ابدا. الحاجات دي اسعارها انتوا هتنزلوا وهتشوفوا، وانتوا طبعا عارفين اسعار عاملة ازاي. المكاتب دي تعتبر جملة الجملة، الناس كانت بتاخد منها جملة ايه.